بسم الله بديت وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم صليت، حاجيتك ما جيتك وكليت عشاك وخليتك. قال لك يا مرحوم الوالدين، بكري كانت كاينة امرأة موسوسة وتخاف حية من المرض والموت، وكانت هذه المرأة ساكنة مع راجلها وعدها طفل واحد. قدر ربي ومرض راجلها، والمرأة توسوست وزادت وسويسها كي مات، وعادت خايفة لا تجيها القولة تاع راجلها، حتى للجبانة ما راحتش تزور بها الخوف. ودارها كان الضو ما يطفاش منه، وكانت حتى ناسها ولا جيرانها إلا كانت عندهم الموت ما تروحش لديارها بها الخوف الغولة. واحد النهار قعدت في وسط الدار وبدات تطلع في راسها وتقول أنا لازم نخرج من هذه البلاد، ولازمني نحوس على بلاد ما عندهم الجبانة به نضمن ما تخرج ليش القولة. وكانت كل يوم تخرج الباب المدينة تعس اللي داخل به تسول الناس منين جاو، وإذا البلاد اللي جاو منها فيها جبانة ولا لا. واليوم يجيب خوه وكل يوم على ذاك الحال، ولا واحد قال لها على بلاد ما فيهاش الجبانة. حتى ذا النهار جا واحد الشايب سولته، قال لها البلاد اللي كنت فيها ما عندهم جاع الجبانة. فرحت المرأة وقال لها على بلاصتها. خملت المرأة روحها في ذاك النهار وشدت طريقها مع ابنها لذيك البلاد، وكان كي يطيح الليل تتكلفت مع ابنها وترقد ولا تتحرك، وقاي صباح الصباح تكمل طريقها. حتى فاتوا 3 أيام ووصلت لذيك البلاد اللي كان اسمها يميم. عاشت هذيك المرأة معاه وكبر ولده وفتحت له تجارة، وزوجته من هذيك البلاد، وكانت مرته مرة لاباس به وبنت ناس ومحترمة مع زوجتها زين. وربي سهل ورفدت الكرش وجابت أطفال. واحد النهار جاها بنه قالها يا أما راني قدوة مسافر ولازم نروح نجيب سلعة جديدة للحانوت. قالت له معليش يا ابني، طريق الربح وتلاقي الخير إن شاء الله. أصبح الصباح اختار بنه وبقات العزوج مع كانتها وولد ولادها. فاتوا أيام وبنها ما رجعش، والعزوج بها وحش بنها اللي عمرها لا فارقته، عادت حاجة ما طيبت له حتى انفشلت. جاتها الصباح الكنة وقالت له وش بيك ما نصيش اليوم ولا جيتي فطرتي؟ قالت لها العزوج والله يا بنيتي راني اليوم نحس في روحي مدقدقة وفاشلة، تقول راني مريضة. قالت لها الكنة كيفاه تحسي في روحك؟ قالت لها العزوج صحتي قاع توجع وراسي ثقيل عليا ونفسي بالسيف نطلعها. خرجت الكنة تجري لماليها، قالت لهم اجروا اليوم زردة، قالت لهم اجروا اليوم عندنا زردة كبيرة عندي في الدار، العزوج راها مريضة. وجات العائلة كبير وصغير يجراو، والزقاريت راكبة والطبل يضرب. العزوج حارت خير إن شاء الله، وش بهم يطبلوا ويزغرتوا وأنا مريضة هاكا. دخلوا عليها قالت لهم خير وش كاين؟ قالوا لها ياك راكي مريضة. قالت لهم إيه. قالوا لها هذا علاش أنا فرحان الليلة نزردو بيك. خافت العزوج قالت لهم وش بيك وش درت لكم؟ قالوا لها احنا أهل يميم، كي يمرض عندنا الواحد نذبحوه وناكلوه. قالت لهم العجوج والو أنا ما رانيش مريضة. قالوا لها خلاص الكلمة خرجت وقلتيه. بدأت العجوج تبكي وتنوح. قالت لهم خلاص كي عاد هاك استناو حتى يجيبني يشوفني. قالوا لها والو كنت باتي تصبحين نجيفة. قالت لهم صح خلوا لبني طرف من كل حاجة فيا. قالوا لها خلاص ما يكون غير خاطرك، وصيتك تتنفذ، ذبحوا العجوج ونصبوا البرم وزردوا بالحيماته وعظيماته، وكما كان الحال ما خدعوهاش وخلاوا لبنها طرف من كل جهة. بعد يومين جابنها من الخطرة وقات خل سول أما وين. قالت له مرت أمك مرضت ومزية لحقنا عليها بالموس كون صبحت النجيفة وتتعاف، ورانا درنا بوصيته وخلينا لك سهمك راهو ليك محطوط. بنها وجهه أصفار وتبكى وحس روحه الشل، بصح حكم روحه مليح وسكت ما قال والو خاف على روحه وابنه. طاح الليل وعس مرته حتى رقدت، رفد ابنه يعطي الريح لكرعيه ولا زاد تلفت وراه حتى نوصل لبلاد جدوده ونسو. وقات خلط لقى الطفل وطاح، هزوه وفيقوه لقاوه مخلوع. يا طفل وش بيك وانت شكون؟ قال لهم انا فلان ولد فلان. قالوا له امك وين؟ قال لهم اما هربت من قتال الروح وطاحت في وكاليد بنادم.
وهذا المثل قعاد يمشي ليومنا هذا، ويقولوا والله أعلم من صحراء السودان، وكاين اللي قالوا ليبيا، والله أعلم وينها الصحيح فيه. وهنا كملت يا حراير حكاية اليوم، وربي يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، والموت لابد منه وقاع طريقنا ليه. ويا قتل الروح وين تروح، وحسبنا الله في كل ظالم وساحر، وربي يرحم موتانا وموتى المسلمين، وتصبحوا بخير يا وجوه الخير، وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي. مع السلامة.